الاستاذ العربي زيتو تعطينا اكسبليكاسيون، راهو قال في اللايف تاعو الاخر لا سانتاز ما يتفات باللي حتى من الجماعات الاسلاميه التي تناهض النظام في الجزائر راهي اعلنت الهدنه حتى مادام الحراك برا. اولا شوفوا ايها الشعب الجزائري، ما كان ارهاب وما يكونش الارهاب، هذا تمسخيره يستعملوها مع الدول نتاع البغال ضد المصالح السياسيه الاستعماريه الديكتاتوريه. نقول لكم الشعب العربي زيتوت يعني الهدنه يعني الحرب، كي تولد في القباحه نفهمك يا مسيو زيتوت، جميع مبولحيها السلاح في الجزائر يخدم مع الدياراس، يخدم مع الدياراس، نهار يحبوا ينفخوا فيه يتنفخ ويخوفوا به الشعب، نهار يحبوا يغلقوه يغلقوه، خلوه مجمر. سكون ابل لو تيروزم ريزيديوال، لو تيروزم ريزيديوال سي ان اورغان فولو. ما انتوما في التحركات نتاعكم عندكم الراصد وعندكم الرصد، انت زيتوت رشاد كاع الكرامه بكل كيما راكم الاسلاميين بكل توندونس كونفوندو، حياكم الله الخيم كاع. يفو كومبروندر اون شوز، لازمكم تفهموا حاجه، تحولوا وتوبوا لربي وتوليوا وطنيين حقيقيين وتقطعوا كل الصلات نتاعكم بالدول خارج الجزائر، وتكون المعطيات نتاعكم جزائريه والتمويل نتاعكم جزائري والاهداف نتاعكم جزائريه. درك لحقنا المرحله دو نو روتور، كي عاد الامارات تحاصر فينا من كل جهه وقطر وتركيا يحاصروا فينا من كل جهه، درك ما بقاش مام كما يقولوا عندنا في قسنطينة بزلت الرحمه ما تعرفوش بها. درك بالنسبه لنا عاليا وعلى اعدائي سي تري سامبل، درك يا توليو جزائريين يا راكم حركه ويخرجوا عليكم التاريخ انكم خونه. مام عندكم ان ان، مام عندكم كراهيه للتسعينات النظام سابق الجنرالات دمويين، لكن درك ماذا بينا توليو بكل جزائريين وتشوفوا مع الجزائر ومصالح الجزائر. الترك ما ينفعكم وقطر ما تنفعكم والجهه الاخرى نقول لهم فركوس ما ينفعكم والسعوديه ما تنفعكم والامارات ما تنفعكم، راكم بايعين الوطن نتاعكم. اللي على باله الله ينعلو، واللي ما على بالوش ماذا بينا يحل عينيه. لا يفو كوبي كور، يفو اريتي، لا حابين التعبئه الشعب يثق فيكم ونقوموا بجزائر حقيقيه، اقطعوا كل الصلات نتاعكم بالدول الخارجيه، الصلات اللي خلاتكم حتى كي تجي تهضر حاجه توزنها، بالك يغضبوا عليا سيادي ولا ما يغضبوش. ماذا بيا بكل تكونوا كيما رحماني، رحماني ما على بالو حتى واحد، ما نقولوش نحب انا. رحماني كل مره يتم اعتقال علي بالحاج، خلينا من كانت الفيس ولا كانت لافا، هل هو حقيقه خطر على هذا النظام؟ وعلاش يعتقلوا؟ شوف علي بالحاج بالك والله اعلم هو ما يوافقوش الفكر تاعو على كل حال، لكن من ناحيه العقليه علي بالحاج جزائري ما عندهمش حق يعتقلوه، ما عندهمش حق يخلوه يصلي، هذه حقوق فرديه شخصيه. من ناحيه سياسيه ما نوافقوش، لكن هذا ما يمنعش ان الانسان هذا كجزائري عنده كل الحقوق نورمالمون باش يعيش في بلاده حر طليق. بصح انا نفصل شخص واحد حاليا، شخص واحد نفصلوا عن كل التيارات الاسلاميه اللي نعتبرها بكل تيارات فاجره كافره، انا كفرهم ويدزوا معاهم، نفصل علي بالحاج صح لا علي بالحاج رجل برك، ما نساهمش في الفكر صح رجل اللي في قلبه في فمه. الاخرين منافقين، الاخرين تاع كروشهم، الاخرين منافقين عندهم ولاءات لدول اخرى، علي بالحاج ما عندوش. داير في قضيه الفيس لو سول يتكلح، ما نقولوش تكلح يلقاها عند ربي سالي بالحاج، لو سول كي يصوفها ريالمون سالي بالحاج، الاخرين بكل سي دي ملتي مليونير. سي فيني، يفوكو نعرف الكذب، يفوكو نعرف كل واحد نسميوه باسمه،
وما نخافوا من حتى واحد. وش حاب الشعب؟ حاب جزائر تطور، جزائر تعيل متطور، جزائر حقيقة دولة تتقدم وتعمل. هذا هو المبادئ الإسلامية الحقيقية، فعليه الاختيار. حاب دولة متخلفة، دولة تاع شواذة تاع زوي، دولة تاع كذب ونفاق، تاع ناس تروح في الصبح والفجر وفي الخمس صلوات كاينة بصح تسرق وتنافق وتربي وتخلط وتديرهم بكل. هذا الشعب الاختيار. كاينة مقولة شيعة في شعب الجزائر برك، مقولة شيعة يقولك تيق في سكرجي وما تخيش في خوانجي، ولات مقولة عندنا في الجزائر كي واحد يشكره كي واحد يقولك قالوا دارلو رقية. هاي الحقيقة الاجتماعية السوسيولوجية، يتخبى وراء غطاء الدين وجابوا الحيط على الخليج وعلى الراقيات والقناطر وداروا كيفهم. بعد عندهم الشذوذ الجنسي الشايع، شيوع انكرويا، سي كومبلكسي، سي مرض، سي فيرو، سي بيرفير. لا سوسيتي لازم تنقي نفسها من الكونسير اللي حطته فينا السعوديه والامارات وقطر والكويت وبطريق الصحراء بإعاد من أجهزة الذكاء العالمية، نطمع الأجهزة الأمريكية والإنجليزية والفرنسية. إيفوك نتحرر، نتحرر بالمعلومة الحقيقية، كي نعرف الحقيقة نتحرر وحنا نقرر. لازم الشعب يفهم. العمق قالها في السبعينات الغنية تاع سبحان الله يا لطيف، كل يفهم الشعب الجزائري، يفهم كلش، يهضر حتى اللي يجيك بارك الله فيك وحاكم السبعة ومدير هذا الناس. سانا با شونجي، تلعب بالدين سانا با شونجي. داروها بنو إسرائيل بكري، داروها المسيحيين عندهم 600 سنة وضركبوا الحياة ديالو فيها، نفس المسار تاريخي. يشترون بكلام الله ثمنا قليلا. عدنا نسمعوا في عبارات خطيتنا، جزائري يقول لك حياكم الله، واحد يقول لكم الاحرار، واحد جابونا هضره نتاع شرابين بول البعير ولحقوها لنا لينا حنا. اصلا ما بنا والو، كون ابراهيم ما بناهمش الكعبه والله يعرفوا يبنيوا حجره فوق قطعه. ورا سيدنا ابراهيم بناهم الامريكان، ما شفتش حاجه اخرى في الخليج.